بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الدرس السادس من سلسلة دروس حول تقنية ديف إكسبرس، حول تقنية ديف إكسبرس جريد فيو حصرا طبعا. طيب، في الدرس الماضي تحدثنا عن عملية حذف سجل من الجريد فيو. سوف أؤجل الروسيل ستايل والكوستوم دروسيل للحلقة المقبلة، واليوم سوف أتحدث عن إضافة كومبو بوكس أو تحويل الخلية الموجودة في عمود إلى كومبو بوكس. لاحظ مثلا أنا هون ضفت حقل جديد اسمه جندر، اللي هو الجنس، ذكر أو أنثى، ميل أو فيميل، وبدي يكون هيدي الخلية الموجودة أو مجموعة الخلايا الموجودة في الكولوم جندر بدي احوله الى كومبو بوكس. هو بتصور البروبرتي اللي له، او البروبرتي اللي له هي الكولوم ايديت هي نون، عادي تكست عادي. اذا جيت انا على الكولوم ايديت لهون فيني احوله من هون من البروبرتيز، احوله الى كومبو بوكس، بجيب له نيو، او فيني احوله من هون، يعني بوقف هون وبضغط على الكولوم ايديت، افتح يا سمسم نيو، وحروح اختار الكومبو بوكس اديت. مجرد ما احط الكومبو بوكس اديت حيعطيني باي ديفولت نيم لإله اسمه ريبوسيتوري ايتم كومبو بوكس. انا هروح اغير له اسمه هلا. طيب، من وين بنغير له اسمه؟ فيني اوقف هون على البروبرتيز كولوم اديت وغيره، او من الرون ديزاينر. طيب، انا حفوت على الرون ديزاينر بالكولومز، هلاحظ عندي هون الكولوم جندر، الكولوم ايديت. طيب، النيم باي ديفولت اسمه ريبوزيتوري ايتم كومبو بوكس 1، حولته الى كومبو بوكس، حولت هذه الخليه الى كومبو بوكس. طبعا انا حسميها باختصار، هذا طبعا الاسم اللي ممكن استفيد منه خلال اضافه الاكواد، سميه ريب جندر، جندر سي ام بي، ماشي، او فينا نسميه سي ام بي، سي ام بي جن بهذا الشكل. اوكي، طيب هذه الخطوة الأولى. طيب، نحن كيف بدنا نشحن هيدي الكومبو بوكس بالبيانات؟ طبعا نحن نحط فيه بيانات مقيدة مثل ميل وفيميل. طيب، كيف بدنا نشحنهم؟ خلينا نروح نشوف كيف حتتم عملية الشحن. طيب، بالحدث لود حوقف بعد شحن، طبعا على جريد فيو، بعد شحن على جريد فيو هعمل string array هسميها genders، ماشي الحال، حط فيها two items. الايتم الاول اسمه mail، الايتم الثاني اسمه فيميل، بهذا الشكل. طيب، بعدين هعمل لوب على هيدا الاراي اللي هي من نوع string، هقول له for each، بقول له النوع هو string اللي بترجع لي اياه، هسمي هون الايتم gender. طبعا هيجيب لي البيانات من string array او الاراي string اللي هي genders. طيب، احنا شو سميناه؟ سميناه cmb gender dot items dot add، ومن ثم هنضيف الجندر اللي هو الحامل للايتمز الموجودة بالاراي بهيدا الشكل. طيب، هلا بيجي بعمل start، هنوقف على الجندر. لاحظ اول شيء تحول عنا هون لكومو بوكس، check كومبو بوكس. انا بضغط على الكومبو بوكس هلاقي عندي ميل في ميل، ميل وفي ميل، نفس الحقول الباقي كله نفس الشيء. فيني اختار من هون ميل في ميل وهكذا بهذا الشكل. طريقة بتصور كتير سهلة وبسيطة، ما بدي احكي كتير. كل القصة انه احنا رحنا حولنا هذه الخلية لكومبو بوكس، وبعدين انشأنا الري واسندنا القيم الموجودة بالأراي للكومبو بوكس.
أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.